دائما. اول شيء انا احب اعزي الوطن العربي كله بفقداننا وفاة الفنان العربي الكبير احمد رمزي، اليوم توفى قبل ساعات. طبعا هذا يعني قضاء لا بد منه، هذا يعني شيء ماشي علينا جميعا، امر الله. نتمنى، بس ما نتمنى، ندعي له بالرحمه ان الله يسعى بكامل رحمته يا رب. قدم لنا فن جدا راقي، فن جدا جميل. معناه انا ترى حلقه كنت ناويه اتكلم عنه، لاني قريت عن تصريح قبل اسبوعين في احد الجرائد المصريه، تحديدا اليوم السابع، قال كان في تصريح عن لسان احمد رمزي، قال انا ماني قايل مذكراتي، لان مذكراتي شيء خاص فيني، انا ما احب اذكره واقوله واحتفظ فيه، لانه خلاص زمن الفن والحب وهذا كله خلص. انزين انا حتى استغربت تصريح انه ما راح تحكي عن مذكراتي. انزين يا احمد رمزي الله يرحمك ويغمد روحك، لان بس انا تحكي عن ما سبق، كنت ناوي اتحكي عنه بان انت قدمت في 2010 تحديدا في رمضان حلقات مع النجم المصري احمد السقا، كان على قناه المحور، كان اشبه بالمذكرات، كان اسمه الاستاذ والتلميذ. التلميذ طبعا كان احمد السقا والاستاذ كان احمد رمزي. كان يتحكي عن طفولته ويتحكي عن شبابه وعلاقاته مع زملائه، وهي مذكرات. فليش تقول انا ما راح اذكر، ما راح يعني اكتب مذكراتي او اصرح فيها؟ معناها المفروض هذا الشيء خلاص خلصنا منه. عندما انت طلعت في قناه المحور وتحكيت في شيء اشبه بالسيره الذاتيه. عموما الله يرحمه ويغمد روحه لينا ويسعى بكامل رحمته يا رب.